بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكون المرأة ملعونة ويحبط عملها كله يوم القيامة ولا يقبل ويكون مصيرها والعياذ بالله النار؟ روى الإمام أحمد بسند صحيح وابن حبان وغيرهم أهل السنن، سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، في رواية على المياسر كأشباه الرحال، وفي رواية كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، ولو كانت وراءكم أمة خدمت نساؤكم نساءهم كما خدم نساء الأمم قبلكم. تعالوا ما نفسر الحديث ده. سيكون في آخر الزمان يعني من علامة الساعة، ما كانش الكلام ده أيام الرسول صلى الله عليه وسلم خالص، رجال يركبون على المياسر في رواية كأشباه الرحال، عامل زي الجمال اللي هي العلماء فصلوا لها السيارات على العربيات دلوقتي، وفي روايه كاشباه الرجال. يعني الرسول بيقول لك ان هو رجل شكل انك ليس برجل حقيقه، هو ديوس. ينزلون على ابواب المساجد او ينزلون على ونسائهم كاسيات عاريات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرسول عايز يقول لك صلاته باطله غير مقبوله، ديوس. ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات. كاسيات عاريات يعني لبسة لبس بيفسر جسمها وشعرها عريان، نساؤهم كاسيات عاريات. إلعنوهن فإنهن ملعونات. ده الرسول بيأمرنا أن نلعن هؤلاء النساء. ملعونات من قبل مين؟ من قبل الجن المسلم، من قبل الملائكة، من قبل الحيوانات. ولو كانت وراءكم أمة، ما فيش ورانا أمة، كان ربنا سبحانه وتعالى سلط الأمة اللي هتيجي ورانا دي زي ما سلطنا احنا على بني إسرائيل وانتصرنا على بني إسرائيل من النصارى والمجوس، وفتحنا في بلاد فارس والروم وبقوا عندنا خدم. كان ربنا سبحانه وتعالى أذلنا كما أذل الأمم السابقة، أذلنا بطريقة تانية، كنا أصبحنا خدامين عندهم. ده الكلام ده الحديث معنا كده. فده أول فيديو يفهم من الحديث إن يعني الشخص اللي يتجوز واحدة متبرجة شعرها عريان وبتلبس بنطلون وبتلبس جلوزة وبنطلون، تنزل متزينه، ديوس، صلاته غير مقبوله لغايه ما يتوب. ولا ما كانش الرسول عليه السلام يذكر مال الصلاه ومال الموضوع ده؟ الرسول عليه السلام بيقول لك ينزلون على باب المساجد ونساهم كاسيات صلاته، ما ذكرتوش ان هو يعني لم تنهه عن ان هو يذكر زوجته. ف دي الدليل الثاني من القران، ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ ابني ادم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني قابيل بيقول لهابيل هقتلك، فهابيل قال له ربنا ما بيبلش العمل والصدق إلا من متقي بس، مش من ملعون. طب ربنا ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إلعنوهن فإنهن ملعونات. فإنما هنا حرف قصر، إنما يتقبل الله من المتقين مش من الملعونين. فده الدليل الثاني إن العبادة عبادة بتاعة المرأة المتبرجة الكاسية العارية السافرة مش هتقبل، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزلون على باب المساجد يعني أعمال الصلاة، بيقول لك صلاته مش مقبولة إن هو ديوس. وبالتالي إذا كان صلاته هو مش مقبولة، يبقى المرأة اللي هو قائم عليها كمان مش مقبولة، اللي هي صاحبة الاسم العظيم. ده دليل تاني. الدليل التالت، ذكرت امرأة، والحديث رواه أبو داود، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، سيكون في آخر الزمان أو صنفان من أهل النار لم أرهما، وفي رواية سيأتياني من بعدي، رجال معهم سياط كأذناب الخيل يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، وفي رواية العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليظهر مسيرة كذا وكذا. فالرسول بيقول لك هنا إيه؟ هيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات، لابسة هدوم وتبرز مفاتنها، لابسة بنطلون لا يجوز شرعا لأنه تشبه، لأنه ده لبسة الرجل، بيبرز مفاتنها، بيبرز العبرة المغلظة، القبل والدبل وشعرها عريان، كاسيات مائلات مؤمنات يعني مائلة للرجل، والرجل مائل لها، رؤوسهن كأسنمة البخت. يعني ايه؟ العلماء قال لك شعرها عامل زي القبة فوق دماغها، فلما بتمشي بيتهز عامل زي سنم الجمل، رؤوسهن كأسنمة، لا يدخلن الجنة. طب ما الرسول عليه السلام عارف
المرأة دي بتصلي وبتصوم، لكن قال لك مش هتخش الجنة، ده كان ربنا أحبط عملها. طب إيه الدليل التاني إن ربنا إن الذنب ده يحبط العمل؟ الحديث الذي رواه أبو داود في صحيحه والمنذري وغيره من أهل السنن بسند صحيح، ذكرت امرأة عند الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها ولكنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. وذكرت امرأة أخرى قليلة الصيام والصلاة، يعني تؤدي فروض بس ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يبقى إذن في أعمال، في ذنوب بتحبط العمل تماما. طب الاسكاتل المرأة المتبرجة مش بتأذي جيرانها بس، دي بتأذي المجتمع كله، لأن في رجال بيزنوا بسببها بالعين، في رجال بيزنوا بسببها بيرجع يستمني، وفي رجال بيقع في الزنا، الزنا الحقيقي، زنا الفرج، وبالتالي الدل على الشر كفاعله هي تحمل كل اسم الزنا ده. طب في دليل تاني كمان، روى الإمام النسائي من حديث أبو موسى الأشعري بسند صحيح، أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، أو في رواية تانية أو ليجدوا منها ريحا، فهي زانية حتى لو كانت مرقبة، حتى لو كانت مرقبة ومرت على ناس وشموا منها ريح بصلها، هي فهي زانية. وما بالكم بقى بالمتبرجة؟ طب العطر لا يرى إلا من مكان قريب، لكن التبرج يرى من مكان بعيد. بعدين أيهما أشد فتنة، العطر ولا الشعر العريان والهدوم الضيقة الملونة والبنطلون الضيق؟ الحجاب الصحيح عباية واسعة فضفاضة لا تصف، لا تصف ما تحتها ولا تشف ما تحتها، غير كده ما يبقاش حجاب، بكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا المرأة المتبرجة هي في حكم الزانية، المرأة المتبرجة يحبط عملها كله يوم القيامة إذا لم تتب. المرأة المتبرجة زوجها ديوس، لأنه يرضى بتزيين امرأته عندما تنزل من البيت. فريت كل رجل يسمعني الآن عنده زوجة أو عنده بنت أو عنده أخت، وكل واحدة دلوقتي متبرجة، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان، تلبس الحجاب الصحيح، تغطي شعرها، وتلبس عباية واسعة فضفاضة. اللهم بلغت، اللهم فش، أقول قولي هذا، استغفر الله.